طلبوا حتى ما نجيش نطلبوا منه اصلا صاحب الثوب القضاء. دونك هذه هي الملاحظات اللي اردت التنبيه مستقبلا باش نعرفوا حتى الاشخاص يستفيد المواطن من هذه الخدمة دون شرط إجبارية التنقل إلى الجهة القضائية بمجرد الولوج شخصيا إلى نافذة صحيفة السوابق القضائية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل لمباشرة إجراءات التسجيل بملء استمارة معدة لهذا الغرض تتضمن بيانات حول الهوية ورقم الهاتف النقال ليتوصل آنيا برسالة نصية قصيرة SMS عبر هاتفه النقال تحمل رمزا سري لتأكيد عملية التجديد. يتلقى بعدها مباشرة نسخة إلكترونية لصحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم 3 تحمل علامة لا شيء لغير المدانين أو بها إدانات بالنسبة للذين لديهم إدانات. الوثيقة موقعة إلكترونيا قابلة للحفظ والطباعة وكذا حسابين خاصين به لتمكينه من الاستفادة مستقبلا من هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية